بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والحضارات نماء وبناء وشباب بهدى الله التزم زرع الخير وصان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بمشيئة الله الكلام في قصة الصحابي الجليل طلحة ابن عبيد الله التيمي. طلحة ابن عبيد الله التيمي، كنا ذكرنا من سيرة طلحة رضي الله عنه أنه كان شاب في مقتبل العمر، ومع أنه كان صغير في سنه لكنه كان يعمل في التجارة، كان بيشتغل تاجر، فكان يذهب مع أهل مكة في تجارة الشام، وساعات يسافر في تجارة اليمن اللي هي رحلة إيه وإيه؟ رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء والصيف، مرة يطلع الشام مرة يطلع اليمن وهكذا. ففي مرة وهو في رحلة الشام، معروف ان هو كان من اصغر الناس الموجودين في الرحله، كلها ناس كبيره وشيوخ كبيره وتجار تقال زي ما بيقولوا، تجار جمله جامده قوي يعني. ففي هذه الرحله هو كان يتحرك بسرعه وبخفه داخل الاسواق هنا وهنا وهنا وهنا، فدوت يسر له ان هو يشتري افضل بضايع واكثر بضايع بارخص اسمان، وحقق ارباح عاليه جدا في وقت صغير جدا. وهو بيطوف كده هوت سمع واحد راهب راجل عابد بينادي، يعني هل يوجد في أهل هذا الموسم أحد من أهل قريش؟ في حد هنا من مكة؟ في حد من قريش؟ فهو كان قريب منه جدا، كان قريب جدا منه، فقال أنا. فسأله عن ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن ظهور الرسول عليه الصلاة، قال وكنت قريبا منه فبادرت إليه وقلت نعم أنا من أهل الحرم. فقال هل ظهر فيكم أحمد؟ مين أحمد؟ أيوة، يقصد به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قال ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه إيه؟ اسمه أحمد. فهو مش عارف أحمد مين، فبيسأل يعني أحمد من؟ فقال ابن عبد الله ابن عبد المطلب، فعرف أنه من؟ إنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له لا، لسه ما ظهرش. فقال له ده الشهر اللي هيظهر فيه، يعني ده توقيته، يعني أصول الرسول عليه يظهر في الشهر ده. والراجل دوت عايش فين؟ الرجل الراهب ده عايش فين؟ في الشام. ايش عرفه بالنبي عليه الصلاه والسلام اللي الاصول يكون عايش فين؟ في مكه، مش الرسول عايش في مكه؟ فواحد بيسال، واحد من اهل الشام بيسال عن ظهور رجل في مكه، يبقى هذا مش ممكن يكون بيعلم الغيب، ولكنه عرف ازاي ان في رسول اسمه احمد سيظهر في هذا المكان؟ ان هو كان راهب وكان بيقرا التوراه ويقرأ الإنجيل، فعرف ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل قال له أنا كنت موجود لكن لم يظهر الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له خلاص إن هو أوشك على الظهور ده الشهر بتاعه، ونصحه قال فإياك أن تسبق إليه يا فتى، يعني أوعى حد يسبقك، يعني أنت تكون أول واحد، مش أنت عرفت؟ خليك أنت أول واحد. وعشان كده احنا وقفنا شوية وقلنا إذا كنت أنت عرفت الحق تقف بقى وتتملكع شويه لغايه ما تقول لما اكبر حبه، لما شد حيلي حبه، لما ابقى التزم قدام شويه، ولا تلتزم بالحق مباشره؟ تلتزم بالحق مباشره، طالما انت عرفت الحق التزمه، ما تسيبوش. ليه ما تسيبوش؟ لان ممكن ما تجيلكش الفرصه دي مره تانية، ممكن ما تجيلكش الفرصه، ممكن تموت، ممكن تموت، ممكن ما تعاصرش الرسول عليه الصلاه والسلام لاي سبب، هو يهاجر، انت ما تقدرش توصل، اهلك يعذبوك، كان ممكن كل ده يحصل، ممكن. فالإنسان لو ظهرت له فرصة الهداية وفرصة الخير وفرصة معرفة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، الأصول ما يبطأش، ما يكسلش، ولكن يكون من أول المسارعين والمسابقين إلى دين الله عز وجل. يعني أنت ممكن تكون بتيجي الجامع تسمع حاجات كويسة في دين الله عز وجل، بتتعرف على السنن، بتتعرف على شرعك، بتتعرف عليه. طيب بعد ما تعرفت عليه راح تعمل إيه؟ هل هتفضل زي ما أنت ولا هتغير؟ الأصول تعمل إيه؟ لازم تتغير، ولازم تكون انت اول اللي يتغير. ما ينفعش وما ينفعش خالص ان حد يسابقك وانت عرفت المعلومات قبله،
يعني تبقى انت عارف المعلومة قبله وهو يجي بعديك ويسابقك، ده انت ترضى كده؟ الاصول انك انت لا يسبقك احد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحفز دايما ان الواحد يجتهد في الطاعة والسباق الى الله سبحانه وتعالى. قال: ان استطعت الا يسبقك احد الى الجنة فافعل. يعني لو تقدر محدش يسبقك في الجنة انت اللي تبقى الاولاني، انت قدام، انت اول واحد، انت رقم واحد والناس كلها وراك. لو استطعت انك انت تكون رقم واحد انت قدام، ما تخليش حد يسبقك، اسبق، بادر، سارع، سابق، لازم يكون دايما في مقدمة هؤلاء الذين يدخلون جنات النعيم. فالإنسان يجب عليه أنه يسارع ويسابق. فهذا الراهب كانت له نصيحة قوية جدا، أنه هو قال له: فإياك أن تسبق إليه يا فتى. طبعا أول ما طالحة سمع الكلام ده فعلا حرص أنه لا يسبقه أحد. طب بس لسه التجارة شغالة والسوق شغال، وزي ما يقولوا إيه، لسه العملية ما جريتش قوي والفلوس ما روحتش قوي قوي، هو كسب بس مش ايه، ممكن لو قعد اكتر يكسب اكتر. طب يا ترى بعد ما عرف ان في نبي سيظهر ومطلوب منه ان محدش يسبقه، يكمل تجارته ولا كفايه كده بقى؟ بارك الله في مرزقك، خلاص بقى كده قفل الورق، لم دكاكينك وقفل حاجتك وبارك الله في مرزقك، لم حاجتك. ده التفكير السليم، ان خلاص انا ربنا رزقني انا كسبت. بس في حاجة مهمة جدا وعظيمة جدا، في نبي، في رسول هيظهر، ممكن اكون انا اول واحد، ليه اتأخر؟ ليه بقى تاني واحد؟ ليه بقى عشر واحد؟ ليه بقى اول واحد؟ وقام جاي لم كل بضاعته ورحل راحلته، يعني حطها على الجمل، على الجمال بتاعته، واخد بعضه وتوكل على الله على طول. رايح على فين؟ رايح تاني على مكة، رجع تاني على مكة. اول ما وصل مكة على طول سألهم في البيت، ما راح البيت على طول سألهم: في حاجة حصلت وأنا مش موجود؟ ما طبعا زي ما قلنا ما كانش فيه بقى لا انترنت ولا فيسبوك ولا جرايد ولا أهرام ولا أخبار، هيعرف الأخبار منين؟ مفيش. فبيسألهم: في أخبار، في أي متغيرات حصلت، في أي مظاهرات طلعت، في أي انقلابات حصلت، في أي حاجة حصلت في البلد، ولا مفيش والدنيا هادية؟ قالوا: لا ده في كتير قوي. قالوا له إيه؟ قالوا له إن ظهر، إن محمد بن عبد الله ظهر وبها الدعي النبوة، وإن تابعه كمان مين؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنهم. يعني بيقولوا أنه أول واحد تبعه كان هو أبو بكر الصديق رضي الله عنهم. فأبو طلحة كان يعرف أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان يعرفه قبل كده في الجاهلية، فرح له واستفاد بقى من الصحبة القديمة دي، قعد معاه شوية: وإيه الأخبار؟ إيه الموضوع؟ ماذا تعرفه عن هذا النبي الجديد؟ بيقول: أنا سمعت كده، هو حقا ما يقال أن محمد بن عبد الله ظهر أو أظهر النبوة وأنك اتبعته؟ الكلام ده صح؟ إن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أظهر النبوة وإنك أنت اتبعته؟ الكلام ده مظبوط صحيح؟ ولا الناس بتقول كده بس؟ طب إيه رأيك، الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ لا الكلام ده مظبوط فعلا، ده اللي حصل. فقال: نعم. وقلنا في النقطة دي إن الغلام كان مؤدب جدا، لأن هو ما قالش على الرسول عليه الصلاة والسلام إنه بيدعي، ولكن قال ايه؟ قال: احقا ما يقال ان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اظهر النبوة. ما قالش بقى بيدعي النبوة، هو يدعي النبوة دي معنى ايه؟ معنى انه كذاب والعياذ بالله. هو ما قالش انه يدعي النبوة، ولكن بيقول اظهر النبوة، اظهرها يعني خلاص كانت مدارية وهو بينها. والنقطة الثانية: وانك اتبعته. ما قالوش ايه؟ ما قالوش وانك سبقت. مش هما دايما بيقولوا ده سبق؟ مش نسمع كلمة سبق دي؟ سبق يعني كفر بدينه. فما قالوش ان انت كفرت بدينك، قالوا لا، قالوا اتبعته، مشيت وراه. فطبعا ابو بكر الصديق قال له: نعم فعلا حصل. وجعل يقص عليه من خبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: طبعا حصل. وقعد يحكي له بقى الرسول حسن بيقول ايه وبيتكلم في ايه وبيأمر بايه وينهى عن ايه، ويحبذ له طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يزين له الطريق، بيبين له الدين كويس، قال يكلمه شويه ويرغبه. فمن كتر الكلام عن النبي عليه الصلاه والسلام وعن الرساله الجديده، طلحه اشتاق لهذا الامر، اشتاق لايه؟ للدين الجديد. بس افتكر حاجه حصلت له في الشام، ايه هي تفتكره؟ الراهب. الراهب ده وقف وساله، قال له: ظهر في شبه الجزيرة، ظهر في مكة، ده ميعاد نبوة، ده ظهور، ده وقت ميعاد خروج نبي جديد في الوقت ده، ظهر ولا ما ظهرش؟
المعلومة ديت والحدث ده رجع التاني يفكر فيه، الله ده ظهر فعلا اهو، والراجل في الشام ما يعرفش، ما عندوش اي بيانات، ما عندوش اي معلومات، ما جتلوش اخبار. اذا هو بيخبر فعلا بما في الكتب السماوية السابقة. ولذلك لما عرض القصة ديت على ابو بكر الصديق، القصة دي عجبت ابو بكر الصديق وما تعجبوش؟ عجبته. ليه تعجبه؟ ليه بقى تعجبه؟ إيه؟ لانها بتؤيد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لان الراهب قال له يظهر نبي اسمه احمد، وهنا فعلا ظهر النبي عليه الصلاه والسلام. واحد يقول لك احمد بس النبي اسمه محمد، ها، ان هي من اسمائه صلى الله عليه وسلم. فلما الصديق سمع هذا الخبر اتبسط جدا، اعجب بهذا الكلام، وقال له هلم معي، هنروح على فين بقى؟ يلا بينا نروح على النبي صلى الله عليه وسلم لتقص عليه خبرك. وفعلا اخذوا وراح بي عند الرسول عليه الصلاه والسلام. فاول ما وصل عند النبي عليه الصلاه والسلام، النبي عليه الصلاه والسلام عرض عليه الاسلام. مالوش بقى انت جاي ليه وايه اخبار؟ لا، اول ما شافه داخل مع ابو بكر الصديق يبقى اكيد ده جاي يعمل ايه؟ يعني جاي يسلم. واحد جاي مع ابو بكر الصديق تفتكر جاي يقتل الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ممكن؟ لا طبعا مش ممكن، ده جاي عايز يوصل للرسول عليه الصلاه والسلام. فاول ما شافه النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الاسلام، شرحوا له الاسلام بيقول كذا 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 كذا، شرحه شرح الاسلام لطلحه، وقرا عليه شيء من القران، قرا عليه شيء من القران، وده بيقول لك اهميه انك انت تكون حافظ لكتاب الله عز وجل او شيء كتير من كتاب الله عز وجل، بحيث انك انت بتيجي تكلم الناس وتنصحهم. ناس كتير قوي ما يعجبهاش كلامك الشخصي، ولكن لما تقول له قال الله عز وجل او قال الرسول صلى الله عليه وسلم يصدقك ولا ما يصدقكش؟ ده اعظم حاجه، ده كلام ربنا، وانا اجيب لك من عندي، ده كلام ربنا. فاول ما يسمع كلام الله عز وجل ينصاع ويسمع ويطيع. فالرسول عليه الصلاه والسلام عرفه بس الدين بيقول ايه، وبعد كده مباشره قال له القران، فالتلى عليه شيء من كتاب الله عز وجل، وبشره بخيري الدنيا والاخره، يعني هيجي لك خير كتير جدا في الدنيا ومش كده بس، وكمان في الاخره. ربنا عز وجل شرح صدر طلحه للاسلام، يبقى مين بيشرح الصدور؟ الله سبحانه وتعالى. انت ممكن تكلم واحد على الالتزام وتعالى صلي تعالى صلي، يقول لك ماشي ربنا يهديني، تعالى صلي تقول ماشي قدام شويه ربنا يهديني، مش كده؟ تعالى صلي قول له، هيقول لك حبه حبه بس كده ان شاء الله، اول ما ربنا يهديني هاجي على الجامعه على طول، مش كده؟ مش احنا بنسمع الكلام ده كتير؟ طيب هو شعرفه ان ربنا مش عايز يهديه؟ هو خد طريق الهدايه وما تهداش؟ هو دخل الجامع وبعدين قالوا له في الجامعه اطلع بره لسه ميعادك ما جاش؟ حد حصل كده ان واحد دخل الجامع قال له لا انت لسه ميعادك ما جاش؟ لسه اسمك ما نزلش في الليسته؟ اسمك مش سجل عندنا؟ لا، ما حصلش اصل الكلام ده. اي واحد بيدخل ويقدم على بيت الله عز وجل بيجد البيت مفتوح ويتقبله الله عز وجل ويبدا في الطاعه والعباده على طول. ولكن الله عز وجل هو الذي يشرح صدر العباد لقبول هذا الدين وهذه الرسالة. فشرح الله صدر طلحة لهذا الدين. طلحة قال بقى وقصصت عليه قصة راهب بصرى، الراهب اللي قابله في الشام، فسر بها النبي عليه الصلاة والسلام سرورا بدا على وجهه. يعني السرور بدا على ايه؟ على وشه. مش انت لما تفرح يبان الفرح كده على وشك، ولما تزعل برضو يبان ايه؟ يبان الحزن على وشك. يعني انت واحد مكشر ومكلضم ومش عايز يفتحها خالص، ده اكيد في حاجه مزعلاه مضايقاه، مش كده؟ واحد تاني بص ليه مبتسم ومنشرح الصدر واريحيه وشه مستريح على الاخر، يعني مش معقدها مش مكرمشها، فواضح بيبقى واضح على الوجه علامات الانبساط والسرور او علامات الضجر. فبدا على وجه الرسول عليه الصلاه والسلام علامات السرور، وده معناه ان الرسول عليه الصلاه والسلام بيتاثر بالحدث ولا ما بيتاثرش بالحدث؟ بيتاثر. لما يسمع حاجة كويسة بينشرح صدره ويبان على وجهه، لما يسمع حاجة سيئة وقبيحة برضه يبان على وجهه، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يغضب يبان عليه، يبان على ملامح وشه صلى الله عليه وسلم. قال وقصصت عليه قصة الراهب، هو حس إن قصة الراهب دي قصة إيه؟ إنها قصة كويسة يعني. قالها لأبو بكر الصديق عجبته، فبيقول لك إيه المشكلة بقى أحكيها للنبي عليه الصلاة والسلام أكيد هتعجبه. فلما حكاها للرسول عليه الصلاة والسلام عجبته برضه ولا ما عجبتوش؟ عجبته. ما اصل هو ما عندوش حاجه في الدين ده يعرفه خالص خالص غير ايه؟ غير القصه. هو ما عندوش حاجه في الدين خالص غير القصه، فخلاص هيعمل ايه؟ كل ما يروح في حته هيعمل ايه؟ هيحكي القصه. كل ما يروح في حته هيحكي القصه، والقصه بتلقى اعجاب.
دي قصة جميلة وقصة بتثبت النبوة، فالناس كلها بتتلقاها وتتقبلها بوجه جميل ومنشرح يعني. ثم أعلن الشهادة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى طلحة، طلحة دوت بقى مين السبب في التزامه؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هو اللي خده، هو اللي وداني الرسول عليه الصلاة والسلام، هو السبب في هدايته واستقامته. بيقول فكنت رابع ثلاثة أسلموا على يدي أبي بكر، يعني كان رقم كام؟ رقم أربعة. أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق كان في الأسبوع الأول من الإسلام أسلم على إيده كام واحد؟ ستة دول من العشرة المبشرين بالجنة. يا رأيك بقى، يعني جاب ستة من عشرة مبشرين بالجنة وهو السابع إن شاء الله. ستة من عشرة هو السبب في إن هم يكونوا في الإسلام، وإن هم يكونوا كمان مش أي مسلمين، لا دول مبشرين بالجنة. يبقى مجهوده كان عامل إزاي؟ إقباله وطاعته وحبه للدعوة دي كان عامل إزاي؟ ده ما كانش بينام، ده شغال للنهار يدعو الناس ويحمسهم للالتزام بدين الله تبارك وتعالى. طيب لما فتى زي ده راح يسلم، ايه رد فعل اسلامه على بقى قبيلته وعلى عيلته وعلى بيته وعلى امه وعلى ابوه؟ يعني تخيل كده مثلا زمان ايام ما كان بقى بيقبضوا على الناس وماشيين في الشوارع والحاجات ديت، كان اكيد ابوك وامك خافوا عليك كتير جدا اكيد، ولا ما كانوش بيخافوا؟ بيخافوا ولا بيخافوش؟ اكيد بيخافوا عليك. ولو انت طلع لك لحية صغيرة كده يقول لك ايه؟ يا ابني احلق لحيتك، يا ابني امشي جنب الحيط، يا ابني الدارة، يا ابني كلنا متداريين، اشمعنى انت؟ مش كده؟ ويفضل بقى خايفين عليك. وممكن ده لما تكون بقى الاسرة ايه بتحبك وليك منزلة عندها ومش عايزة تأذيك، لكن ممكن اسرة تانية تقول لك ايه اللي انت عملته؟ بيت ارهابي، بيت متطرف، يوم مسكينك ضربينك ومكتفينك وحلقينك وي وي وي، صح؟ ويعملوا معاك بقى الايه الحاجات الصعبه قوي قوي ديت. طيب يا ترى الفتى ده لما هيسلم وهيدخل في هذا الدين الجديد، هل هيجد الناس هتطبطب له وتقول له انت حر يا ابني، احنا في وقت الحريه، عايز تبقى ليبرالي خليك ليبرالي، عايز تبقى علماني خليك علماني، عايز تبقى مسلم خليك مسلم، انت وما تحب. ايه رايك؟ ممكن يلاقي الاسره الديمقراطيه دي هناك؟ لا طبعا مش هيلاقي، مفيش، الاسره دي مش هيلاقيها اصلا، مش ممكن يجي الاسره تقول له ايه اللي انت عايز تعمله، لا. فوقع اسلام الفتى القرشي على اهله وذويه وقوع الصاعقه. عارفين الصاعقه؟ تنزل كده زي ريح قويه عنيفه تحرق الحاجه اللي قدامها، يعني كده السابلوس يبقى حافل ولا حافل؟ حافل ولا حافل؟ حافل، بس من النوع التاني، النوع اللي كله عصير، اللي كله حرايق، اللي كله شجاكي او فلاكي او جمع كل اللاكي، شرخ كسر عور، اخد بالك؟ ده من النوع التاني، اعصار، زي اعصار ايه؟ الاعصير اللي بتشوفوها دي. وكان اشدهم جزعا لاسلامه، كانت متضايقه قوي 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 الاسلام وامه، فقد كانت ترجو ان يسود قومه، كانت عايزه تطلع ظابط، عايزه تطلع رتبه، عايزه تطلع طيار، ويبقى يبقى صاحب الطلعة الأولى وصاحب الضربة الجوية، ويا يا يا الضربة الجوية مباركة، خلي بالك لازم ايه؟ أمالية تبان وصراصير وكل الحاجات دي بتطير. فهي كانت ترجو ان هو يعيش في الدنيا له منزلة اجتماعية مرموقة، هي بتفكر كده، حدود تفكيرها ان ابنها يبقى له منزلة سامية في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا، ما بتفكرش في الآخرة اصلا، ما فكرش في الاخره، ولكن بفكر في الدنيا، ازاي يبقى سيد، ازاي يبقى قائد، ازاي ان شاء الله يكون بالواسطه، ان شاء الله يكون بالرشوه، المهم ان هو يطلع ظابط وخلاص، ويحط له كام نجم على كتفه وانتهينا. دخل الكليه ازاي، بقى ظابط ازاي، ينفع ما ينفعش، كل ده مش مشكله، المهم ان هو يلقى مكانه اجتماعيه. فطبعا لما لقيته التحى قالت ظابط ملتحي، دي كارثه، وترفع قضية بقى وممنوع يتعين، وتبقى قصة كبيرة قوي. فطبعا لما لقيته التزم وتدين قالت ايه ده، ده غير رأيها خالص وخيب أملها، بعد ما كانت عايزاه يطلع ويطلع ويطلع، طلع مأخ، مش كده؟ طلع أخ، طلع متدين، طلع ملتزم، لا هي مش عايزة كده. فكانت هي أول واحدة تناصبه العداء،
وتعمل حاجة صعبة جدا، يعني ممكن انت ايه تستحمل جارك يأذيك، واحد صاحبك في الشارع يأذيك، لكن لما مامتك بقى والدتك وهي اللي مربك هي تأذيك، يبقى بقى الإيذاء ده شديد ولا صعب؟ شديد جدا، لان حضرتك هتبات في البيت، فانت صباح مساء متنكد، ممكن تتضرب كل يوم علقة، مفيش مشكلة، ما انت صباح مساء شايفها. فهي أزمة كبيرة جدا، ان التعذيب من جوه، من جوه البيت مش من بره البيت كمان. فطبعا نصبته الـ يعني التعذيب الشديد جدا للنهار. فكانت الام ديت بتسمو رغبتها ان اقصى حاجه يوصل لها حاجه في الدنيا. لكن لما احنا نبص بقى كده لمثلا امهات الصحابه رضي الله عنهم، هل ترى ان واحده منهم كانت بتبص لابنها يكون حاجه في الدنيا ولا بتفكر يكون حاجه في الاخره؟ كان همها انه يكون حاجه في الاخره. طب واحنا نقول بيننا وبين نفسينا كده، طب والدنيا يعني نعيشوا تعبانين ونعيشوا في اخر حاجه، دايما صائد صائد صائد، طلع دور تاني طلع دور تاني، مفيش امتياز، مفيش امتياز ولا جيد جدا، مفيش حاجه من دي، دايما طالع دور تاني، دايما ملحق، دايما هتعيد السنه الاثنين مع بعضيهم، ساعات يبقى ملحق ويعيد السنه، يعني حتى مش نافع، عملوا له ملحق عشان ينجح ما نجحش، عاد السنه تاني، مش معقول. لا، المسلم مش مطلوب منه ان هو يكون متخلف ثقافيا بهذه الطريقة، ولكن مطلوب منه ان يكون متقدم ثقافيا وتكنولوجيا ويسود العالم. هو الاطباء الاوائل كانوا مسلمين ولا كانوا اوروبيين؟ كانوا مسلمين. هو انت لما تيجي تبص للمخترعين الاوائل اللي اخترعوا الدواء واللي اخترعوا الطب واللي اخترعوا الحساب، كل الاختراعات ديت واللي اخترعوا حتى علم الفلك كانوا ايه؟ اصلا مسلمين، وبعد كده ترجمت كتابهم الى الاوروبية وسرقوا هذه الثقافة وقالوا خلاص دي بقت ثقافتنا احنا، واحنا اللي بينا بعد كده هو متأخرين وفي ذيل القافلة. امهات الصحابة ما كانوش بيبصوا للدنيا فقط، لان هم كانوا عارفين ان هم لو ربوا ابنائهم للاخرة الابن ده هيحصل الدنيا والاخرة. ايه ده ازاي؟ هو كده؟ لو هم ربوه عشان ينال الاخرة هما متأكدين انه هينال الدنيا وهينال الاخرة. طبعا النماذج قدامنا كتيرة جدا، من ايسرها حتى قدامنا قصة زيد بن ثابت رضي الله عنه، اللي كان عنده 7 سنين وكان عايز يروح يقاتل ويجاهد في سبيل الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام رجعه 7 سنين دوت، قلت له ما يجيش متر ولا يجي متر، يا دوبك ما يجيش متر، يعني لو جه متر يعني في راجل مجاهد يبقى طوله متر؟ ما ينفعش، ده اصلا السيف كان اطول منه، فعلا السيف كان اطول منه، السيف كان وزنه 14 كيلو. تخيل واحد عنده 7 سنين يقدر يشيل 14 كيلو في ايديه وبقى مش شايلهم كده، هو تكنه لا، ده كل شويه يعمل كده هو يطير في رقابي ويكسر ويغز ويعور. تفتكر واحد عنده 7 سنين ممكن يعمل الكلام ده كله؟ لا، 7 سنين دوت يلعب بيلي، خد بالك، ده حرك بيلي مثلا الحاجه من دي اقصى حاجه يعرف يعملها، لكن يمسك سيف ويقطع ويكسر ويدخل في الحروب وكلام من ده، مش بيلي، اخرج بيلي. فهو كده يا دوبك العب حاجه على قد سيجة العمية حاجه من دي، ده اللي يعرف يعملها. لكن لما الرسول صلى الله عليه وسلم رده من المعركه، امه ما سابتهوش، امه شافت ان هو ممكن يخدم الاسلام من زاويه تانيه. فايه الزاويه التانيه؟ لقيته ان هو مع صغر سنه بيعرف يقرا، بيقرا ويكتب. تقول دي حاجه بسيطه خالص، مش كده؟ حاجه بسيطه، حاجه بسيطه، عشان انت النهارده في القرن 21 ومع ذلك عندنا نسبه اميه عاليه. ما بالك بقى زمان ما كانش في حد بيكتب، الناس بتتكلم لكن مين يعرف يكتب؟ ما حدش. هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعرف يكتب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان امي لا يكتب ولا يقرا، يعني لو جبت الصحيفه كده وما يقراش، لو يكتب ما يكتبش، لا يعرف القراءه ولا الكتاب. وده المجتمع كان كده، ما كانش لا بيقرا ولا بيكتب. طب لما تجد المجتمع اللي هو كله ما بيعرفش يقرا ويكتب وفي عناصر صغيره بتعرف تقرا وتكتب، يبقى دي نماذج فريدة ولا مش فريدة؟ نماذج فريدة جدا. ولما يكون كلام صغير في السن يبقى ده نموذج متميز. فقالت ده هو بيعرف يقرا ويكتب، طب ايه بقى لو خدناه وديناه للرسول عليه الصلاة والسلام ينتفع بيه، شوفوا ينفع فين ويحطه. وفعلا لما راح للرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له زايد يحفظ القرآن، كان حافظه 17 سورة وفاكر انه حافظ القرآن كله، يقول لك زايد يحفظ القرآن، طب بعدين اقرا زايد. فلما النبي عليه الصلاة والسلام سمع زايد وجدوا افضل مما وصفوه، يعني هم كانوا بيوصفوا فيه
يقول لك ده صوته جميل، ده مش عارف حافظ كويس، ده الرسول لما سمعه لقاه افضل من الوصف اللي هم وصفوه، عشان كده خلاها موجود عنده يتربى بقى ايه، يخدم الرسول عليه الصلاه والسلام ويتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. وشويه كده والرسول عليه الصلاه والسلام بعد كده امره انه يروح يتعلم اليهوديه. قال له تعرف العبريه؟ تعرف لغه العبريه، اللغه العبريه لغه اليهود تعرفها؟ قال له ما اعرفهاش. قال له اذهب فتعلمها. قال له اتعلمها. تخيل بقى انت لو واحد انت عندك 10 سنين وقلت لك تعرف الانجليزي، الانجليزي عارفين الانجليزي، افرض واحد ما يعرفش الانجليزي، طب روح احفظه، خلص الانجليزي ده وتعالى لي حفظه ميه، يعني عايزك تكتب وتقرا وتترجم، يعني انت تقرا كده، تقرا عربي وتترجم انجليزي. شفت بقى القوه اللي احنا محتاجينها؟ مش مجرد واحد تقول له عارف انجليزي يقول لك اه، عارف ايه منه؟ واتس يور نيم وخلاص. وهو ده الانجليزي كله، هو ده الانجليزي كله اللي يعرفه. وممكن يكون كمان بيكتبها بالعربي، يكتب وات واو تي، ويقول لك هي دي وات يور نيم، يكتبها بالعربي ويقراها بالانجليزي مفيش مشكله، بس هو ده اللانجويج اللي عرفه. طب وبعدين؟ اذا تعلم لغه في السن ده حاجه صعبه جدا. فزايد ما قالش ازاي وانا صغير ومفيش حد يعلمني ومفيش ترجمان ومفيش معاهد لتعليم اللغات، ولا كان في معاهد؟ ما كانش فيه. ما قالش بقى مفيش، هو مطلوب منه يعمل ايه؟ يتعلم العبريه. روح بقى تعلمها مطرح ما تعلمها. اخ يكلفك بحاجه تقول له طب واجيبها منين؟ يقول لك هات كرتون. تقول له الكرتون ده بيجي منين؟ يا ابني كرتون اللي بيكتبوا عليه. طب يعني نلاقيه فين؟ هتلاقيه في الصيدليه يعني؟ هتلاقيه عند البقال؟ هتلاقيه عند الجزار؟ اكيد الكرتون ده معروف مكانه. انت المفترض ما تسالش، المفترض تعمل ايه؟ تشغل الجمجمه حبه. امال الجمجمه دي جواها مخ بيعمل ايه؟ المفترض عشان يتحرك ويفكر ويطلع. انا اقول لك اعمل انت تنفذ على طول. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له روح اتعلم العبريه. ما قالوش بقى لمين ولا ازاي ولا، فراح غاب حبه ورجع متعلم العبريه. الحبه دول قد ايه؟ 15 يوم. 15 يوم. طبعا 15 يوم ده الواحد لو بيطلع بملحق انجليزي وامتحنه بعد 45 يوم يقول لك مش هينفع مش هقدر، ويعمل برشام وابر عشان ياخد بقى الامتحان، مش كده؟ و45 يوم وايه مطلوب منه منهج قد كده، اخره برضه واتس يور نيم من الاخر، اه منهج قد كده، ويبقى حاسس ان هو في معضله. لكن ده زي ده راح اتعلم العبريه ورجع في 15 يوم قراءه وكتابه وترجمه فوريه. يعني ايه ترجمه فوريه؟ يعني يجوا اليهود يتكلموا هو يترجم للرسول عليه الصلاه والسلام، يبعتوا جواب بالعبريه، هو يبص كده يقرا عبري ويتكلم عربي. ايه رايك؟ يقرا هو يقرا عبري، هو يقرا عبري ما يطلعش صوت ويطلع عربي، يدخل في مخه عبري ويطلع لغه عربي. 15 يوم ده زيد، مش كده؟ امه كانت بتربيه عشان يبقى حاجه، مش يبقى ولا حاجه، كانت بتربيه عشان يبقى حاجه. وبعدها بشويتين الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول له تعرف السريانيه؟ طبعا انتوا اصلا ما تعرفوش السريانيه. قال له لا تعرف السريانيه؟ لغه مين دي؟ دي لغه النصارى اللي هي مكتوب بها، كان المكتوب بها الانجيل. قال له تعرف السريانيه؟ قال له لا ما اعرفش السريانيه. قال له اذهب فتعلم السريانيه. طبعا السريانيه دي بقى فعلا في قريش نادره ولا مش نادره؟ نادره جدا بقى في قريش، لان قريش كان فيها، كان ممكن تجد يهود فيها بيتاجروا وعايشين وكلام من ده، لكن النصارى ما كانوش موجودين في قريش. فده هيجيب اللغه بتاعتهم منين؟ مر 17 يوم كان مخلص السريانيه. 17 يوم كان مخلص السريانيه. يعني شاب عنده 11 12 سنه بيتكلم عربي وسرياني وعبري، مش كده؟ اللي انت اصلا ما تعرفش اسمائها بدايه. النهارده في كليه الالسن عشان ياخد العبري 4 سنين. في كليه الالسن كليه، يعني خلص ابتدائي واعدادي وثانوي، وهو في الجامعه بياخد العبري في 4 سنين. ايه رايك بقى في الانجاز اللي بيعمله زيد ده؟ بقى واحد كان بيتربى للاخره ولا للدنيا؟ ده بيتربى للاخره. وبعد شويتين صغيرين الرسول عليه الصلاه والسلام يناديه يا زيد تعالى، فيجي زيد ويقول له اكتب. فزيد يكتب. يكتب ايه زيد المره دي؟ يكتب عبري؟ طب يكتب سرياني؟ يكتب القران. يبقى كاتب وحي.
كاتب وحي. يعني تخيل بقى كده انه وصل لمرتبة ان جبريل ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ عليه الآيات يحفظها الرسول عليه الصلاة والسلام في صدره، ينادي زيد يجي زيد الرسول يقولها، زيد يكتبها. مين اول واحد بيسمعها بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ زيد بقى اول واحد يسمعها. ايه رأيك بقى؟ زيد يبقى مرجع للأمة في القرآن، يبقى أمه كانت بتربيه عشان يطلع في الآخر ضابط طيران، ولا بيطلع حاجة ذات قيمة فعلا، حاجة ذات قيمة. وفي نفس الوقت احنا مش بنحقر من هذه المهن، لازم ايه المانع انك انت تبقى تكون دكتور عميد في الجامعة وتبقى تدرس للناس وتعلم البشر، وفي نفس الوقت لك مكانتك ومنزلتك في خدمة دين الله تبارك وتعالى. ايه المانع ان انت تكون طيار وتبقى راجل محترم وعارف دينك وعارف عبادتك وتدعو لله عز وجل وتمارس؟ ايه المانع انك انت تبقى صاحب اي مهنة من هذه المهن؟ ايه المانع انك تكون صاحب اي مهنة ذات قدر ومكانة ومنزلة، وفي نفس الوقت تكون ايه؟ تكون صاحب هدف اخروي، ان ما يكونش هدفك كله انك تطلع مفتي او تطلع مثلا طيار او تطلع ضابط او تطلع راجل شغال في الدنيا. انا عايزك تطلع تشتغل في الاخرة، والدنيا جايلك. الانسان لما يكون سعيه وهمه كله للاخره تاتيه الدنيا وهي راغمه. يعني بقى وهي راغمه؟ يعني جايه غصب عنها. ومن كانت الاخره همه، شوف النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي بيقول لنا كده، ومن كانت الاخره همه، يعني هي اللي شغلاه وهي اللي ماليه دماغه في حاجات في الدنيا، بيشتغل، بياكل، بيعيش، عامل بيزنس، كل حاجة دي. هو عبد الرحمن بن عوف ده كان يشتجر؟ عبد الرحمن بن عوف ده من أكبر الصحابة المشهورين المعروفين بتجارتهم. عبد الرحمن بن عوف ده كان وقته يبقى ملياردير. عارفين ملياردير؟ الفلوس عنده كانش بتعد، الفلوس كانش بتعد، يعني ممكن يكبشوها بالفاس، ممكن يعبوها في الشويلة، فلوس ما بتعدش، دراهم ودنانير ذهب، حاجة ما تتعدش فعلا. يعني هو مرة كده هو قاعد كده بس يسمع من سيدة عائشة رضي الله عنها انه سمع، انها سمعت الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ان عبد الرحمن بن عوف دوت من اهل الجنه، او سمع بس الكلمه ديت ان تصدق بالقافله اللي جايه. ما شافش القافله، القافله دي 500 جمل باحملها باحلاسها برجالها بكل حاجه، يعني تبرع وتصدق بالقافله من الالف الى الياء. يعني القافله ديت اول حاجه 500 جمل تبرع بالجمال، الجمال دي بتجرها ناس، بالناس برع بيها، عليها اموال، عليها تجارة، اكل وشرب وملابس وعطور وكل حاجة عليها، باللي عليها. طب والركائب اللي تتحط عليها والهوادج باللي عليها كله، مش عايز اي حاجة. 500، تخيل بقى 500 دول يعملوا كام النهاردة؟ يعني 500 جمل النهاردة الجمل بيعملوا كام؟ ايه فيش جزار قريب مننا هنا ولا ايه؟ الجمل الراحلة بيعمله كام؟ بيخلف 20,000 جنيه تقريبا. الجمل النهاردة 20,000 جنيه، 20,000 جنيه في 500 جمل بس، ايه دول مليون دول ولا ايه؟ دول مليون، يبقى الجمال بس مليون. ده بسعر اليوم، خلي بالك ما يتكلمش بسعر الذهب، لان اصلا كان عندهم بالدينار الذهب. ادي مليون لوحدها. طيب يبقى عندي 500 عبد على الاقل، لان الجمل هيشد واحد ولا اتنين؟ مفترض اتنين بيبدلوا مع بعضيهم، يبقى عندك 1,000 عبد مع ال 500 جمل دول. العبد كان مثلا ايام اتباع بكام؟ اي حاجه، قول مثلا ب 1,000 جنيه، يبقى عندك كام؟ 100,000 جنيه، حطهم على المليون. طب والبضاعه اللي فوق 500 جمل؟ يعني خد بالك انت النهارده دي بيسموها كونتينر، اللي جايه فوق عربيات النقل كونتينر مليان بضاعه مستورده، تساوي كام؟ دي فلوسه تساوي كام؟ كل ده تصدق بيه دفعه واحده، حته واحده، كبشه واحده كده. اذا ده كان غني جدا، وفي نفس الوقت بيبشر بالجنه. يعني له رصيد في الجنه ومش رصيد في الجنه؟ له رصيد في الجنه، بيعمل في الدنيا تاجر رابح، تاجر ماهر، تاجر متقدم متفوق، وفي نفس الوقت هو يعرف نصيبه من الاخره، ازاي يحصله، ازاي يوصل الى مرضات الله سبحانه وتعالى. فالمهم ان هو كان امه كانت طبعا عايزاه يطلع ايه؟ يطلع حاجه من حاجات الدنيا دي. فكانت اشد الناس تعذيبا له.
لما كانت ترجو أن يسود قومه، كانت ترجو أن هو يسود قومه ويعلو على هذا القوم. طبعا أمثلة الصحابة كتيرة والتابعين وتابعيهم، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، ابن حنبل، ابن حجر، كل دول نماذج أمهاتهم اهتمت بيهم وعملت على تربيتهم عشان يسودوا ويقودوا. احنا هنا بنشوفهم ان الأسرة احيانا تهمل ابنائها، تهمل ابنائها في الجانب الدنيوي الديني، تهتم قوي قوي بالجانب الدنيوي، تهتم قوي انها تجيب له ملابس عشان يكون شكله حلو قدام اصدقائه وزمايله، تهتم قوي ان هو يدخل احسن مدارس ويتعلم احسن علام، لكن ما بتهتمش قوي انه يدخل الجامع ويتعلم دين ربنا. كام واحد امه بتقول يا ابني روح صلي في الجامع وتبقى متضايقه قوي يوم ما ينزلش يصلي. هتبص لاقي في بيحصل بس قيسها بقى بالنسبه ان انت عندك درس وتاخرت على الدرس شويه، بتولع لك النار في البيت مش كده، دافعين فلوس على الفاضي، روح اتعلم، اعمل بالقشين اللي بندفعهم ده، ابوك بيشقى عشان يجيب الفلوس ديت، وتفضل تقول وتعيد وتزيد على درس مش كده، على درس فيزياء ولا درس كيمياء ولا درس عربي ولا درس رياضه، وفي الاخر درس صغير. الهم اصبح بايه؟ الهم اصبح هم دنيوي، انك ازاي تحقق الدنيا وازاي تنجح في الدنيا. فكان العذاب الشديد جدا دوت له رضي الله عنه. وقد بادر اليه قومه ليثنوه عن دينه. طبعا امه قامت بدور، طب بقيه القبيله بقى هتسيبه؟ خلاص الام كفايه كده قامت بواجبها، ولازم الباقي برضه يقوم بواجبه؟ ايه رايكم؟ الباقي يقوم بواجبه ولا كفايه امه؟ لا، لازم كل واحد اللي يطرقع من هنا واللي يطرقع من هنا، لازم كل واحد يشوف، لازم كل واحد يعمل واجب معاه، ده مسلم يا اخوانا، هتسيبوه كده؟ لازم نطحنوه، لازم نبهدلوه، لازم نأذوه، لازم نخلي الدنيا كلها تشوفه وهو بيتعذب عشان ما حدش يمشي تاني في السكه دي. عارفين عايزين يضربوه ليه ويبهدلوه ليه قدام الناس كلها؟ عشان ما حدش يمشي تاني في السكه دي. امه تقول للتاني يا ابني هتسلم تبقى زيه كده، يرضيك تبقى زي طلحه، اهو كان محترم، شوف النهارده الناس كلها ازاي بتضربه، شوف ازاي الناس كلها بتشتمه، شوف دي امه ماشيه تصرخ وتضرب فيه، انت يا ابني عايز تتبهدل وتشرد بالمنظر ده؟ خليك ما انت محترم، ولما تكبر تبقى تشق طريقك مش كده؟ دي لو كانت بيقول لك لما تكبر تبقى تشق طريقك هكذا. فبادر اليه قومه ليثنوه عن دينه. اذا مبادره اهل الباطل دايما دايما، اهل الباطل مجرد ما يجدوا نقطه مضيئه يحاولوا ان هم يطفئوا هذا النور بسرعه. حتى ممكن اصدقاء السوء لما يشوفوا فيك حاجه كويسه منوره، اتعلمت حاجة جديدة، انت جيت مخيم بناء واتبنيت شوية كده اهو، ممكن اصدقاء السوق يلاقوا فيك حاجة بتلمع، حاجة جديدة، حاجة مش موجودة، يعملوا فيها ايه؟ عايزين يطفوها عشان يبقى كلنا قاعدين في الضلمة. ما تبقاش انت منور، ما تبقاش انت اللي الناس كلها بتبصلك، ما تبقاش انت النموذج الفريد، لا، خليها كلها مضلمة. فاهل الباطل اول ما يشوفوا نقطة مضيئة يحاولوا يطفوا النقطة المضيئة دي، يحاولوا يحاربوها بكل طريق يطفئوا نور الله عز وجل، لكن الله عز وجل متم نوره. وقد بادر إليه قومه ليثنوه عن دينه. طيب وجدوه طري، لين، هين، ضعيف، سهل، بسيط. فوجدوه كالطود الراسخ. الطود ده طود يعني ايه؟ يعني اخوانا الطود، الناس اللي ورا الطود يعني ايه؟ طود يعني ايه؟ تعالوا صوتكم شويه، ده حتى الجبل فيه حاجه جامده قوي. الطود يعني ايه؟ الجبل فهو زي الجبل ومش اي جبل، الجبل الراسخ كالطود الراسخ. معنى كده ان الايمان دخل قلبه لدرجه ان هو لا يتزعزع منه. عمرك شفت جبل راسخ يتهز؟ مش ممكن. فلما جم يحاربوه او يضطهدوه او يردوه عن دينه، وجدوا الايمان قد توغل في قلبه واصبح كالجبل، محدش يقدر يهزه، محدش يقدر يهزه. ودوت اللي احنا هنحس بيه لو ان الايمان خالط بشاشه القلوب، لو ان الايمان فعلا دخل في القلب، هتجد ان الايمان ده بيتجذر ويدخل جوه 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 لغايه ما يقدرش يسيب البدن. والايمان ما يبقاش سطحي، ولكن الإيمان يبقى عميق، يبقى إيمان قوي. وقلوب الشباب
غضة طرية الإيمان بيدخل فيها بسرعة ويتخلل هذه القلوب ويصل إلى السويداء. بس لو دخل الإيمان في قلوب الشباب بطريقة جيدة لا يمكن يطلع، لكن لو دخل بطريقة سيئة ممكن يطلع مش ممكن؟ ممكن. فالإيمان لو دخل في قلب الإنسان في قلب الشاب بطريقة جيدة بطريقة صحيحة بطريقة محببة مفضلة، لا شك أن هذا الإيمان سوف يتعمق ويتجذر ويقوى، ولا يستطيع أحد أن يهز هذا الإيمان بعد ذلك. وقلوب الشباب أيسر القلوب التي يغرس فيها الإيمان. يعني فيش واحد يقول لك أنا في مرحلة صعبة قوي، أنا في مرحلة متغيرات، أنا في مرحلة شباب، أنا مرحلة شهوات، أنا مرحلة شبهات. أنا بقول لك أن أنت في مرحلة، هذه المرحلة إذا غرس فيها الإيمان كان زي قلبك يبقى زي الأرض الخصبة. الجذور لما تيجي تمشي في الأرض الخصبة بتجد مشقة؟ الجذور بتاعت النبات لما تيجي تمشي في أرض خصبة بتجد صعوبة ولا تمشي بسهولة؟ تمشي بسهولة. هكذا الإيمان لما يجد القلب خصب ولين فالإيمان بيدخل فيه بسهولة ويتوغل في هذا القلب بسهولة، فيثبت الإيمان في قلوب العباد. فلما يأسوا من إقناعه، من اللي يأسوا؟ قومه يأسوا من إقناعه. ما كان هم كلموه مرتين وخلاص على كده ولا إيه؟ كلموه إيه؟ كلموه ياما. يعني في حوار ولا فيش حوار؟ في حوار، عندهم حوار. يعني برضو سياسة الحوار معتمدة ولا مش معتمدة؟ معتمدة. لكن يا ترى معتمدة على طول؟ لا، دي حبة هنحاور وبعد الحوار ضرب النار على طول، مفيش في النص حاجة، من الحوار إلى ضرب النار مباشرة. فطبعا لما يأسوا من إقناعه، فشل الحوار. فشل الحوار ده يدل إن هو كان ثابت ولا مهزوز؟ كان ثابت، لدرجة إن صناديد قريش كلها بتكلمه وتجادله وهو صامد، محدش عارف يهزه مع إنه شاب صغير من أصغرهم سنا ومحدش قادر يغلبه. ليه؟ لأنه قوي الإيمان، الإيمان دخل قلبه خلاص إن شاء الله مش هيطلع. فلما يأسوا من إقناعه بالحسنى، بالكلام اللذيذ يعني اللطيف، لجأوا إلى تعذيبه والتنكيل به. خلاص لما الكلام خلص عملوا إيه؟ دخلوا بقى على التعذيب والتنكيل بجميع أدوات التنكيل المحتملة بقى، يضرب ويعور وكل حاجة. كانوا بيبتدعوا وسائل لتعذيب من يؤمنوا. ده كان في واحد كانوا يلفوه في الحصيرة، حاجة زي الحصير كده يلفوه فيها، ويأتوا على النار وهي ملتهبة، يوم جايين جرين الحصيرة وحطينها على النار هتطفى، فيطلع الدخان عليه وهو ملفوف جوه، ايه اللي يحصل له؟ يتخلق. شفت الابتداع؟ شوف التفكير في الوسائل الخرافية، انه يفكر في حاجة ازاي، انه بل انه كان خباب بن الأرت رضي الله عنه كانوا يولعوا ركية الحطب هنا، جمر متولع هنا، يوم جايين مقلعينه ملابسه كده لغاية فوق ويربطوا ايديه ويجروه، يعني مثلا النار هنا يجروه لغاية ما يوصل للنار ويسيبوه فوق النار، هما مش قادرين يحطوه فوق النار بيجروه، ما يطفيش النار ديت الا الدم والمية اللي نازلة من ظهره من كتر حرق هذا البدن. وسائل تنكيل. ده كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ عشان امن بالله تبارك وتعالى. قالت الحرب آلة بالية، ميراث بالي. تجد ان في كل عصر من العصور بيحصل تعذيب للناس وما بيحصلش تعذيب للناس. توصل المسجونين في اي حتة يقول لك سجنوهم، عذبوهم، قتلوهم، ضربوهم، مش كده؟ قذافي دوت اللي كان يقتل في الناس، شوف كان كيف يسجن في الناس ويعذبهم ويعمل لهم مقابر جماعية ويقتل الناس قتل وتعذيب، ناس يرميها في أماكن أحياء ويدفن عليها بالخرسانات ويقتلها. كان ألوان التنكيل وألوان العذاب صعبة جدا وعنيفة جدا من أهل الباطل. وانت تيجي تقول ده جديد؟ لا مش جديد، ده مش جديد. هبصي موجود قبل كده في السيرة الأولى. يعني هم اللي عملوا كده مع خباب بن الأرت ما عملوش كده مع سيدنا إبراهيم. ده سيدنا إبراهيم ده أبو الأنبياء بقى، ارجع زمان قوي 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 قوي، لما سيدنا ابراهيم اعترض على عباده الاوثان وسالوا من فعل هذا بآلهتكم انه لمن الظالمين. يعني مين اللي عمل واوتوماتيك طلع ظالم؟
على طول محاكمة والقرار طلع ظالم وحرقوه على طول من العمل من غير ما يعرف الأول الاسم لا ده ظالم لا حرقوه على طول نار ضخمة أضرموها لذلك هم مش قادرين يقربوا سيدنا إبراهيم على النار حطوه في المنجنيق ويحدفوه بالمنجنيق عشان ينزل في النار يطير في الهواء كده هو وبعدين ينزل في النار وهو بينزل في النار الله عز وجل قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم إذن آلة الحرب دي آلة التعذيب والتنكيل دي موجودة من زمان ولا من قريب موجودة من زمان يعني لما قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون مش دول برضو كانوا بيحاولوا يعذبهم لوط عليه السلام وغيره بقى أتباع سيدنا موسى عليه السلام زي فرعون قال ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى إزاي هو كان بيفكر عايز يربطهم يقرب النخلتين على بعض كده ويربط إيد هنا ورجل هنا وإيد هنا ورجل هنا ويسيب النخلتين شوف بقى البني آدم حصل له إيه متخيلين المشهد النخلة دي قوية جدا فهو نخلة قريب يوم جاي مقرب النخلتين لبعض كده ويربط البني آدم إيد هنا ورجل هنا في نخلة وإيد تانية ورجل تانية في نخلة ويوم جاي يسيب النخلتين النخلتين يرجعوا لمكانهم يشدوا البني آدم يمزقوه يقطعوه من غير لا سكينة ولا سطور ولا أي حاجة يتمزق الإنسان شوف كيف كان يفعل فرعون مع المسلمين المؤمنين الذين آمنوا ده كل ده ليه وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد هي قصة كلها والموضوع كله قصة إيمان إن هم لما شافوهم آمنوا اعترضوا على إيمانهم وكان الكلام ده بقى مر بالكلام الأول وبعد كده هو بالتعذيب والتنكيل وقصة أصحاب الأخدود طبعا كلنا فاكرينها وعارفينها إزاي إن هذا الرجل الظالم قتل جليسه وقتل الراهب وحاول قتل الغلام مرة واثنين وفي الثالثة الغلام هو الذي يدل على طريقة قتله وبعد ما الغلام يموت يحفر الأخاديد للناس الناس اللي أمنهم يرميهم في النار دول لسه مؤمنين بقالهم دقائق ومع ذلك اللي يؤمن يرموه في النار يما يرجع عن دينه يرموه في النار آلة العذاب وآلة التنكيل من زمان لكن المؤمنين بيصمدوا ولا بيتزلزلوا قدام هذه الآلة المؤمن الثابت اللي الإيمان دخل قلبه لا يتزلزل ولكنه يثبت لا يتزحزح عن هذا الإيمان أبدا كان خبيب بن عدي رضي الله عنه كان مقيد وموثوق بالقيود ومع ذلك يقول لهم أصلي ركعتين قبل ما أموت وغيره عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه لما يذهب إلى قيصر الروم وقيصر الروم يكتفه بسلاسل الحديد وهو رسول المفترض هو مبعوث من عند النبي عليه الصلاة والسلام الرسول ان هو ما يعذبهوش المفترض يحترمه لان ده رسول ولكنه يقبض عليه ويعرض عليه ان يتنصر وهو مقيده بيعرض عليه شيء يقول له انا اعرض عليك ان تتنصر واخلي سبيلك واعطيك ما تريد من الاشياء فلكن عبد الله بن حذافة السهمي يأبى ان ياخذ اي شيء وان يتنصر او يرجع عن الدين فيقول له انا شايفك شهم طب انا هديك نص ملكي ونص سلطاني بس تتنصر عارف يعني نص ملكه يعني الراجل له مملكه كبيره هيديله نص هذه المملكه يحكمها وهيديله نص سلطانه يحكم في نص البلد ويملك مال نص البلد ايه ده كله عشان ايه عشان يتنصر واحد بس يتنصر تديله نص البلد وفلوس نص البلد اما هو اصل حرامي كبير فالعمليه مش فارقه معايا يديله نص ابار البترول اي حاجه مفيش مشكله يعني قسم التركه معايا بس اهم حاجه ان هو يرجع واحد من اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام الذين امنوا يرجعهم للنصرانيه او يردهم في الدين عشان يثبت لنفسه ولقومه ان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ايمانهم هش لكن تفتكر كان ايمانهم هش ولا ايمانهم كان راسخ متجذر ده كان راسخ متعمق كانش ممكن ان هو يتهز فكان رضي الله عنه عبد الله بن حذافة السهمي يقول له والله لو اعطيتني ملكك كله مش نصه وما تملك العرب على ان اترك هذا الدين ما تركته هو بيقول نص الملك بيقول له والله لو اديتني ملكك كله وملك العرب كلهم دول الخليج كلها وملك العرب كلها ما تركت هذا الدين كل ده تمسك بالدين يقول له إذا أقتلك قال له أنت وما تريد يعني بيحرق دمه
بيقول لها مراتك انت حر، انا متكتف، انا حاطط الكلبشات في ايديا، هقول لك لا ما تموتنيش، ما انت لو عايز تموتني هتموتني، ما خلاص انا مربوط، فكني وقول لي هضربك ونشوف مين يضرب مين، مش كده؟ لكن انت مكتفني بالجنازير الحديد وتقول لي هقتلك، يا عم اتفضل اقتل، مفيش اي مشكله، لا يهز ذلك، ومع ذلك يقول له انت وما تريد، اعمل هستعمله، اقتل. لما يصيبه بالاحباط، تخيل ان هذا الجندي المتواضع يصيب القائد الكبير الضخم ده، يصيب الاحباط. هذا لماذا؟ لعمق وثبات الايمان داخل هذه القلوب. فلما يئسوا منه من اقناعه بالحسنى لجأوا الى تعذيبه والتنكيل به. حدث مسعود ابن خراش قال: بينما كنت اسعى بين الصفا والمروه، واحد بيسعى بين الصفا والمروه، قال اذا اناس كثير، خد بالك، اناس ناس كتير يتبعون فتى. كم فتى؟ كم فتى؟ كم فتى؟ واحد. ناس ايه؟ ناس كتير بيتبعون فتى. طيب الفتى ده ماشي براحته كده اهوت، بيقول لك اوثقت يداه الى عنقه، يعني ايديه مربوطه على رقبته كده، متكتف، ايده متكتفه على رقبته، وناس كتير بتجري وراه وهو قدامهم، عمالين يضربوه، عمالين يشتموه، عمالين يسبوه، وهم يهرولون وراءه ويدفعونه من ظهره، زقوا فيه يدفعونه من ظهره، ويضربونه على رأسه، وخلفهم امرأة عجوز تسبه وتصيح به. مشهد عجيب قوي، ان واحد بس، الناس دي كلها وراه وكمان مربوط، امال ده لو سايب كنت عملته معاه ايه؟ وبعدين خد بالك، ده مش ده فتى صغير، ده شاب صغير، هو عنده 17 سنه 18 سنه، ووريهم الويل كده، مخلي الناس دي كلها تجري وراه وهو متكتف كمان. هم لو سابوه من غير ما يكتفوه كان عمل لهم ايه؟ وكله عمال يضرب فيه ويشتم فيه. واللي لفت نظره ان في امراه عجوز، عشان كده تعرف ان اهل الباطل احيانا يتجمعوا كلهم عشان يقاتلوا اهل الحق. ممكن اهل الحق دول يبقوا كام واحد؟ ممكن يبقى واحد، ممكن تكون انت اللي بتتكلم الحق وكل زمايلك عمال يقول لك ايه اللي انت بتقوله دوت، ايه التخريف دوت، ويهاجموك ويعذبوك ويضربوك، لكن انت واحد على الحق. طب يا ترى الانسان يصمد ويثبت ولا يتنازل ويتراجع؟ لازم يثبت على هذا الدين. اللي لفت نظره في الموضوع ده كله ان خلفه امراه عجوز تسبه وتصيح به، ما تزعق، صرخ وتشتمه، تشتمه على طول. فقلت ما شان هذا الفتى؟ فقالوا هذا طلحة ابن عبيد الله صبأ. صبأ يعني يعمل ايه؟ يعني كفر، صبأ عن دينه، كفر بدين الاباء، ما عادش يعبد الاصنام، خلاص فاء وراء، ما عادش يعبد الاصنام، كفر. وتبع غلام بني هاشم، تبع غلام بني هاشم، غلام، الغلام ده المفترض اي غلام يبقى عنده كم سنة؟ 10 سنين 11 سنة، غلام، صح كده؟ طب هو الرسول عليه الصلاة لما كلف بالرسالة كان عنده كم سنة؟ 40 سنة. في غلام عنده 40 سنة؟ ولا ده على نظام ماما سوزان تخلي الطفل عنده 18 سنة؟ ما هو طفل، يعني هنرضعه لغاية 18 سنة؟ هنغير له البامبرز لغاية 18 سنة؟ مش فاهم انا يعني ايه ويبقى غلام. الله، ليه؟ طب ليه بتقول، ليه بيقولوا غلام؟ بيقللوا من شأن الداعي، يقللوا من شأنه، يحقروا من شأنه شوية، ويسلطوا عليه الصبيان، وواحد يطلع في الإعلام يتريق ويقص ويلزق ويعمل زي المهرجين، ويبقى دمه تقيل، والناس فرحانة قوي بيه ويضحكوا عليه، وفي الآخر لما يتحاكم ويتلط ويتحبس يقول لا أنا ما بعملش كده. وبعدين كل دوت استهزاء بالصالحين، استهزاء بأهل الدين، استهزاء بالملتزمين، دي سيرة، هي ديت سيرتهم الأولى. تبص تلاقيهم في الكاريكاتير، ممكن يطلع يهجس عليك في الكاريكاتير، مش كده؟ ما تشوفش أنت يا مالك كاريكاتير، واحد بلحية ومش عارف إيه، وواحدة منتقبة ومش عارف إيه، وحاجات زي دي. إيه؟ آه بس أنا أبو حمالات ده، سيبك من أبو حمالات، إحنا في الحمام ولا إيه؟ سيبك أبو حمالات ده. المهم إن إيه؟ إن ممكن من صور التقليل بشأن هذا الداعية ان هو اما ان هو يعني يأتي في برامج ساخرة ويسخر
من الدعاء ومن العلماء ومن الربانيين ومن أهل الدين، أو أنه يسخر بصورة الرسومات الكاريكاتيرية، يفضل يجزل رسومات كاريكاتير كده ويبقى ينكت على العلماء وينكت على المشايخ. طب يقدر يعمل نكت على أسيس؟ كانوا أقباط المهجر قطعوا رقبته وهو أصلا منهم، بس راجل كان قطعوا رقبته ليه؟ عشان بتطاول على أبوهم بقى وعلى أموهم بتطاول. لكن انت هنا تطاول على المسلمين مش مشكلة، عادي خالص تطاول على المسلمين ويقول اللي يقوله ويفضل يهين في الناس. وممكن يجي كمان يقول لك انت شهادتك ايه؟ انت دارس ايه اصلا؟ انت بتتكلم في الدين ليه؟ انت بتخطب ليه؟ حد ادك شهادة عشان تخطب؟ انت خريج ازهر؟ انت خريج ازهر؟ لا مش خريج ازهر. خلاص انت خريج ايه؟ خريج تجارة. خلاص روح افتح لك دكان، سيبك من الجامع. ليش لعب الجوامع؟ الجوامع ديت بتوع الازهر. معاك كرنيه؟ ماشي، معكش كرنيه خلاص، مش كده؟ ويبقى انت اعلم منه بالامور الدين، وهو يبقى لا حول له ولا قوه. نجح بالغش والتزوير. الناس كانت بتدخل اللجان ديت معاها ورق المصحف في جيبها، اخد بالك؟ ورق المصحف. اسال انت بتوع الازهر بينجحوا ازاي؟ ورق المصحف يا حبيبي بيبقى بيتقطع والعياذ بالله، ويتحط كمان وفي الحمامات كمان يسيبوه، ويدخل يكتب الايه ومش عارف ايه ويرجع، وفي الاخر يطلع فضيله المفتي اهو، واحد واثنين وثلاثة أربعة وهكذا. ده طلع ازاي؟ ده طلع ازاي؟ ممكن بقى انت تكون متعلم في دين الله عز وجل اكتر منه وافضل منه، ولكن عشان يقال المشانك يقول لك انت معاك رساله ايه؟ اقول له معيش رساله. يقول لك خلاص يمكن حصل بكريوس. طب بكريوس ايه؟ شريعة ولا أصول دعوة ولا؟ قولي لا معيش، أنا مش، أنا معايا بكالوريوس هندسة. لا أنا معايا بكالوريوس طب. يقول لك لا طب خليك في العيانين بتوعك، طب خليك في العيانين بتوعك، افتي في الطب، لكن ما تفتيش في الدين. الدين ليه رجالته والطب ليه رجالته؟ ده لا يدخل على ده ولا ده يدخل على ده. إيه رأيك في النقطة دي؟ لا طبعا دي صورة من صور احتقار العلماء او الاحتقار الربانيين. هو الامام احمد بن حنبل كان متخرج من الازهر؟ طب ده خريج ايه؟ والامام الشافعي اصلا كان في انهي جامعه؟ والامام البخاري كان في انهي جامعه؟ يعني الترمذي، كل الائمه دول كانوا في انهي جامعه؟ جامعه مفتوحه، تعليم حر، مش كده؟ دول علماء جهابذه تربوا على ايدي علماء، لكان في وقتها شهادات ولا غير شهادات. ولكن بنقول ايه؟ ان دي احيانا تبقى صوره من صور اهانه الداعيه. يجي يقول لك ده معهوش شهاده ازهريه اصلا، بيتكلم ليه في الدين؟ فيكون ده سبب للهجوم عليك. ولذلك بقول لك انت لازم تكون حافظ لكتاب الله عز وجل، تكون فاهم دينك كويس. لو وقفت في اي موقف من هذه المواقف الصعبه ممكن تسد. فقلت وما هذه العجوز التي وراءه؟ طب الغلام وعرفنا قصته، طب والست العجوز دي؟ فقالوا هي الصعبة بنت الحضرمي أم الفتى. هي اسمها ايه؟ اسمها على مسمى الصعبة. بص حاجة لها من دي، بص مش لها نصيب من اسمها، دي كل اسمها كده، مش لها حتة من الاسم ده، الاسم كله متطابق عليها. اسمها الصعبة يعني حاجة difficult قوي، مش كده؟ حاجة صعبة. بيقول لك الصعبة بنت الحضرمي، يعني هي صعبة فعلا واسمها الصعبة. وأحيان كتيرة جدا تبص تلاقي ناس لها من أسمائها نصيب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في صلح الحديبية سهيل بن عمرو أتى فقال إيه؟ سهل عليكم أمركم، سهل عليكم. رأى إن في سهيل اسمه فيه شيء من السهولة واليسر، يبقى الأمر سهل ما تقلقوش. قال سهل عليكم أمركم. فساعات الإنسان يبقى إيه اسمه يعني صعب قوي كده هو، زي صعبة دي، وتبقى هي فعلا صعبة. في أصعب من كده؟ ست عجوزة، عجوزة تروح تحجز لها مقبرة بدل ما هي تمشي ورا ابنها بالمنظر ده، تفضل تضرب فيه وتشتم فيه وتهينه قدام المجتمع. ولكن هي بتهينه قدام المجتمع علشان هي بتتبنى قضية، رغم إنها عجوزة وخلاص بتخرف وخلاص هتموت، لكنها بتتبنى قضية إنها تدافع عن الأصنام وإنها تدافع عن عبادة الأصنام. بتتبنى قضيتها حتى ولو على ابنها، تمشي وراه وتشنع بيه، وكلها أكبر يد في إن هي تحقر من شأنه وتشنع به رضي الله عنه. لا شك قسوة
بس دي قسوة الأم الجهلة، دي قسوة الأم الجهلة التي لا ترى إلا الدنيا لأبنائها، هي شايفة أن الدنيا بس هي كل حاجة، لو ما كانتش دنيا يبقى ابنها فشل وخسر كل حاجة. الأم كمان بتشارك في التعذيب، لا شك إن زي ما قلت لكم في الأول إن تعذيب أحد الناس ممكن يكون مقبول شوية، لكن تعذيب الأم إن هي اللي تشتمك، هي اللي تسبك، هي اللي تضربك، هي اللي تعذبك، هي اللي تقوم معك بالموقف ده، لا شك إن هو هيكون أمر صعب جدا. ثم إن نوفل ابن خويلد الملقب بأسد قريش قام إلى طلحة ابن عبيد الله فأوثقه في حبل وأوثق معه أبا بكر من الصديق. خويلد اللي هو اسمه أو بيلقبوه بأسد قريش، زعيم قريش يعني أقوى من أقوى الناس في قريش، قام إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وإلى طلحة، قام الاثنين وقام جاي ربطهم الاثنين بسلسلة واحدة، بحديدة واحدة، بحبل واحد، بكلبش واحد، حطهم، عارفين الكلبش طبعا تشوفوه بالناس اللي حطوا في كلبش واحد، طبعا مساكين انتوا ما شفتوش الكلبشات الحمد لله ربنا يعافيكم، حطوه في كلبش واحد وتستغرب ده شاب عنده 17 سنة وأبو بكر الصديق عنده 40 سنة وشوية والاثنين في قيد واحد، يعني الأستاذ والتلميذ مع بعضهم مفيش مشكلة، مش هنقول إذا لسه متعلم جديد لسه تلميذ جديد، لا التلميذ ده قضيته إيه؟ الإسلام، والكبير ده قضيته إيه؟ الإسلام، عبي الاثنين في قيد واحد. بص ما بيزروش بمكيالين، هو مكيال واحد، مكيال العداوة لدين الله مع الكبير مع الصغير مش فارقة، هو مكيال العداوة لدين الله تبارك وتعالى. طيب لما ربطوا الاثنين في بعضهم بقى ممكن انت تقول للأستاذ بتاعك انت السبب، انت اللي جبتني هنا اهو مش كده، اديني ممسوك واديني متقيد واديني، وتقول له انت السبب يا ريت مشيت وراك. يا ترى طلحة قال كده يا بكر الصديق؟ قال له من يوم مشيت وراك وانا متكلبش واحنا ماضينا في حديده واحده؟ قالوش كده خالص، لم يندم، لم يندم، ولكن يرى ان هو معلمه الاثنين بيضطهدوا، هما الاثنين بيعذبوا عشان يأكد له ان احنا الاثنين اصحاب قضية واحدة، اصحاب منهج واحد، اصحاب دين واحد، ان احنا دايما على الحق. لذلك دعي طلحة ابن عبيد الله وابو بكر الصديق بالقرينين، بعد كده هو بقى سمى ابو بكر الصديق وطلحة بالقرينين. يعني يجي لك سؤال في الاختبار مثلا ولا مسابقة يقول لك ايه من هم القرينين، تقول ايه؟ ابو بكر الصديق وطلحة، ولو قال لك ولماذا تحكي بقى حتة من القصة. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونستكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما الناس قضايا وقيم والحضارات نماء وبنا وشباب بهدى الله التزم زرع الخير وصان الوطن.